ومساكم الله بالخير حبايبنا الغاليين، حياكم الله، اهلا ومرحبا. اليوم موضوعنا عن زراعة البرسيم في المزارع الصغيرة والخاصة. طبعا انا ما راح اتكلم عن وقت البذر وطريقته وكذا، لا، بتكلم عن طريقة السقاية، كيف تسقيه، لان كثير متابعين سألني، شافوا المرشات اللي عندي قالوا وش طريقتها، قلت ابشروا نشرحها لكم. وهذه تشتغل ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا عندي بين انخلة وانخلة تقريبا 6 متر ومغطيتها كاملة. المرش الواحد هذا هو يغطي 3x3، ولكن احنا نحسب على 4x4، يعني مترين من هنا ومترين من هنا. انت ظاهر ما سكرت مويه، بك بك علي، شوف سكر. لا ما سكر. ما سكر. يعني غطي 4x4 متر. وهذا المرش، طبعا المرش هذا في الاساس هو يركب كذا، هذا حق الرشاشات المحورية، يركب بالمقبوب كذا، لكن حنا استخدمناه بالعكس، ركبناه كذا وما شاء الله تبارك الرحمن ضبط معنا. هو عبارة عن 3 قطع، القطعة الزرقاء هذه والسوداء والماسورة. فكها شوفوا، راكب هنا بسنة، هذه بريزة 1 بوصة، تطلع سنة نفس مقاس هذه. انتبه لا يطلع علينا موية. أيوة بريزة هذه. تخرم بريشة 12 ملي تشوفون، طبعا لي هذا مقاس 1 بوصة، بس انتبه لا تخرمه مع الجهتين، مع جهة واحدة بس. ولد 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 ولد، ترى ابو شوم المرشات دي انت. ولد الله يصلحهم يا ديم، تقول المرشات قاعد يسبحون تحتها ما شاء الله تبارك الرحمن. والله والله ما تحمل، شفت العيال يلعبون بالماء قلت خليني العب معهم، ايش رايك؟ سيسم بزورة. يقول انت سيسم بزورة، والله انه ولا اسلم تحت الماء، بس خفت على الجوال يخرب. طبعا دخلت عشان اخذ لكم صور من تحت، شكله ويرش، صورت لكم كم صورة بس الله يستر جوالي الخرب، خليني اروح انشفه.